السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 7 من مقرر الإدارة الاستراتيجية. أتمنى لكم إن شاء الله أن تكونوا موفقين بإذن الله. أكيد الصوت واصل لحضراتكم، بس أتأكد برضو لو سمحتم. طيب تمام، شكرا جزيلا، ألف شكر. ألف شكر، شكرا. طيب إحنا في المحاضرة الماضية اللي هي السادسة كنا وصلنا للفصل الرابع، وكنا انتهينا تماما من هذا الفصل الرابع اللي اتكلمنا فيه عن تحليل البيئة الخارجية اللي هي المتغيرات الرئيسية، هي القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجيا والتنافسية، وأخذنا أمثلة عن كل نوع من هذه القوى او المتغيرات، وشفنا تاثيرها على المنظمه. وفي نهايه الفصل انتهينا بالمصادر الاساسيه للمعلومات البيئيه، وخدنا نوعين من المصادر، اللي هي المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. المصادر الاوليه اللي بيتم جمعها من العملاء من الميدان لاول مره من خلال الاستبيانات، وبمجرد ما نستخدم هذه البيانات بتصبح ثانوي. طيب كان متبقي لنا الاسئله التطبيقيه على هذا الفصل. ناخذ الاسئله، جاهزين؟ يلا توكلنا على الله. تمام، يلا نبدا في الاسئله الخاصه بالفصل الرابع. السؤال الاول بيقول: اتجاه المرأة إلى العمل من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمة. اتجاه المرأة للعمل من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمة. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. هل اتجاه المرأة يا سوسن اقتصادي ولا اجتماعي؟ اجتماعي، ها؟ يبقى العبارة العبارة خطأ. عدلي العبارة خطأ. تمام. طيب إذن العبارة الأولى خطأ. اثنين، المصادر الثانوية للمعلومات. احنا خدنا لسه نعيد دلوقتي في مصادر اوليه ومصادر ثانويه. الاوليه بنجمعها لاول مره من العملاء في الميدان، بمجرد ما نستخدمها اصبحت ثانويه. طيب المصادر الثانويه للمعلومات هي تلك التي سبق جمعها والاستفاده منها. المصادر الثانويه للمعلومات هي تلك التي سبق جمعها والاستفاده منها. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. برافو يا بسام كوهناء، كويس، برافو يا عبير. تمام. إذن العبارة رقم 2 هذه العبارة صحيح. طيب السؤال الثالث، اختيارات، بدأنا في الاختيارات. بيقول السؤال الثالث إن عملية تحليل المنافسون تعني أن تحاول الشركة التعرف على بنقطتين. إن عملية تحليل المنافسون تعني أن تحاول الشركة التعرف على نقطتين: ألف، نواحي القوة والضعف بالمنظمة. بالمنظمة ولا بالمنافسين؟ ها؟ ركزوا معايا. طيب انا عارف ان انتوا عارفين. طيب يبقى ألف، نواحي القوة والضعف بالمنظمة. باء، الفرص والتهديدات امام المنظمة برضو يا رسام ولا المنافسين؟ ها؟ طيب يبقى ألف، نواحي القوة والضعف بالمنظمة. باء، الفرص والتهديدات امام المنظمة. جيم، الأهداف
والاستراتيجيات الخاصة بالمنافسين. الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالمنافسين. دال أسعار المنتجات في السوق. دال أسعار المنتجات في السوق. برافو يا بسام هيلة إمام هيلة هناء برافو يا بنت كويس وعبير. تمام تمام برافو هايلين. طيب إذا الإجابة على السؤال الثالث زي ما حضراتكم كده قلتم هي الإجابة جي. طيب كويس ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب السؤال رقم أربعة السؤال الرابع المتغيرات الاجتماعية المتغيرات الاجتماعية التي تمثل فرصة أو تهديد أمام المنظمات منها ما يلي. فاكرين المتغيرات الاجتماعية؟ طيب المتغيرات الاجتماعية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات منها ما يلي. ألف التكنولوجيا المتاحة حاليا. ألف التكنولوجيا المتاحة حاليا. باء معدلات الضرائب. باء معدلات الضرائب. جيم الدخول والموازنة ومعدل الفائدة. جيم الدخول والموازنة ومعدل الفائدة. طيب دال التوزيع العمري للسكان فصلة ومعدلات الهجرة. التوزيع العمري للسكان فصلة ومعدلات الهجرة. برافو برافو تمام برافو ممتازين ممتازين بدر وإمام وجابر وهناء وبسام وعبير كلكم ممتازين ما شاء الله. طيب السؤال الخامس عن القوى التكنولوجية. السؤال الخامس يقول من القوى التكنولوجية من القوى التكنولوجية المؤثرة على المنظمة ما يلي. من القوى التكنولوجية المؤثرة على المنظمة ما يلي. ألف التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة. ألف التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة. تمام يا إمام برافو برافو. تقصد التكنولوجيا الحالية اللي احنا بنستخدمها في الوقت الحالي هايلة ما شاء الله كويس. باء مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة. مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة. ليه أيمن بس؟ ليه أنتم مرام؟ مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة برضو من المتغيرات التكنولوجية. طيب طيب عدلوا عدلوها يا أيمن أنتم مرام. طيب الأباء مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة. جيم درجة التغير المتوقعة على المستوى الدولي. درجة التغير المتوقعة على المستوى الدولي. لا قلت درجة تغير تكنولوجي ولا غيره، قلت درجة تغير بس. ها خلاص مركزين معايا. درجة التغير المتوقعة على المستوى الدولي. تمام يا إيمان مظبوط برافو. طيب دال الظروف الاقتصادية المتوقعة مستقبلا. دال الظروف الاقتصادية المتوقعة مستقبلا. برافو عليكم كلكم ممتازين ما شاء الله. الإجابة هي باء اللي هي مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة. طيب عظيم. السؤال رقم خمسة لا سوري سوري ستة مظبوط مظبوط يا جابر مظبوط ستة تمام يا حنان مظبوط. طيب السؤال ستة الإطار العام لإتمام عملية المراجعة البيئية. الإطار العام أول حاجة أخذناها في الفصل الرابع في الإطار العام مين فاكرينها؟
كان كام خطوة؟ كان 5 خطوات تقريبا. طيب الإطار العام لإتمام عملية المراجعة البيئية الخارجية من مكوناته ميز، من مكوناته ميز الإطار العام لإتمام عملية المراجعة البيئية الخارجية من مكوناته ميز. ألف، اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. ألف، اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. أول خطوة إن بنختار المتغيرات البيئية اللي احنا خدناها من 5 متغيرات، التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آخرها، فاكرينهم كويس، برافو عليك. ومصادر المعلومات اللي أخذناها في نهاية الفصل. طيب ألف، المتغيرات البيئية ومصادر الإيه؟ اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. طيب نكمل السؤال ده. التنبؤ بالعرض والطلب. لا أنا قلت من، يعني إحداها، إحداها يا إيمان، إحدى الإطار، يعني الإطار بيتكون من مجموعة من الخطوات ومن مكوناتها اللي هي ألف اللي إحنا قلناها دي، خلاص؟ لما نيجي ناخدهم أو نذكرهم بالتعداد هناخدهم بالإيه؟ بالترتيب، لأن كل خطوة من هذه الخطوات هندرسها في فصل مستقل. طيب يبقى ألف، اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. ب، التنبؤ بالعرض والطلب. جيم، تكوين مصفوفة الأرباح الداخلية. تكوين مصفوفة الأرباح الداخلية. طب لو قلت تكوين مصفوفة الأرباح الخارجية تبقى إيه يا إيمان؟ بدل الداخلية خليتها خارجية، هتبقى صحيحة، صح؟ طيب عظيم عظيم. يبقى جيم، تكوين مصفوفة الأرباح الإيه؟ الداخلية. طيب ب، تكوين مصفوفة الدعاية التنافسية. دال، تكوين مصفوفة الدعاية التنافسية. وبالتالي الإجابة، عدل يا بدر أنت وإيمان، لا الإجابة هي ألف، الإجابة ألف، برافو هنا، الإجابة هي ألف اللي هي اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. برافو يا بشرى وعبير، تمام. يبقى نغير ألف، مفيش حاجة اسمها مصفوفة الدعاية التنافسية. احنا خدنا الدعاية التنافسية ولا حاجة تانية؟ ها؟ خدنا ايه؟ افتكروا كده، الدعاية التنافسية ولا حاجة تانية؟ مصفوفة ايه؟ مصفوفة التنافسية كده على طول؟ طيب طيب ماشي ماشي. طيب يبقى اذا السؤال رقم 6 ما التبست عليكم، اول خطوة في الاطار هي كانت اختيار المتغيرات البيئية، تمام؟ اول خطوة في الاطار اللي احنا اخذناه هو كان ايه؟ كان اختيار المتغيرات البيئية واختيار المصادر الخاصة به. ومصفوفة الأرباح التنافسية دي هي مصفوفة تقييم العمل الخارجية، كانت الفصل الايه؟ الثالث. تمام. ومفيش حاجة اسمها الدعاية التنافسية. خلاص؟ طيب السؤال رقم 7 بيقول من المتغيرات السياسية والقانونية. من المتغيرات السياسية والقانونية. والتي تعتبر فرصة أو تهديد للمنظمات ميز. من المتغيرات السياسية والقانونية والتي تعتبر فرصة أو تهديد للمنظمات ميز. ألف، الانعكاسات السياسية السابقة على استراتيجيات المنظمة. الانعكاسات السياسية السابقة، ايوه يا امام برافو، السابقه ما ينفعش يا مرام، تمام. الانعكاسات السياسيه السابقه على استراتيجيات الايه؟ المنظمه، برافو يا تامر سوسن، تمام. طيب ب، التغير في اذواق العملاء.
ب التغير في أذواق العملاء. ما ينفعش برضو؟ طيب وأنا موافق. طيب ج القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة. القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة. تمام، ايوه كده، برافو، تمام. طيب نكمل. دال معدل البيانات والمعلومات المتاح عن المنافسون. معدل البيانات والمعلومات المتاح عن المنافسون، وبالتالي بتكون الإجابة هي ج القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة. طيب السؤال رقم 8، من أهم المتغيرات الاقتصادية. السؤال هنا المرة دي على المتغيرات الاقتصادية. من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمات ما هي؟ من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمات ما هي؟ ألف معدلات الهجرة الداخلية والخارجية. ألف معدلات الهجرة الداخلية والخارجية. تمام. طيب ب اتجاه المرأة إلى العمل. اتجاه المرأة إلى العمل. ما تستعجلي يا عبير، ما تستعجلي، ما تستعجلي يا عبير. طيب أنا بتكلم على المتغيرات الاقتصادية، اتجاه المرأة للعمل، متغيرات اجتماعية. ها؟ طيب ج معدلات التعليم بالدولة. معدلات التعليم بالدولة. د اتجاهات البطالة وسوق العمل. د اتجاهات البطالة وسوق العمل. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، ما شاء الله، حاجة جميلة، برافو، كلكم ممتازين. لأن في الأسماء عدتني فأنا مش هقول الأسماء. طيب كلكم ممتازين. السؤال رقم 9، السؤال التاسع، من وسائل جمع البيانات الأولية داخل المنظمات ما هي؟ من وسائل جمع البيانات الأولية، تعرفين إن البيانات أول ما بنجمعها من الميدان لأول مرة بنسميها أولية، وبنجمعها من خلال الاستبيان أو الملاحظة أو إلى آخره، خلاص؟ مجرد ما بنستخدمها وننشرها في الدوريات أو التقارير بتعتبر إيه؟ ثانوي. طيب من وسائل جمع البيانات الأولية داخل المنظمات ما هي؟ ألف الدوريات والصحف والنشرات. الدوريات والصحف والنشرات. تقصد البحوث هنا. طيب ب الاستبيان والملاحظة للعملاء. ب الاستبيان والملاحظة للعملاء. برافو يا جابر، انت هنا مظبوط، هاي البحوث بتعتمد على الاستبيانات. تمام. طيب عظيم كويس. طب نكمل سؤال ج، سجلات الشركات المنافسة. سجلات الشركات المنافسة. دال الهيئات الحكومية. دال الهيئات الحكومية. ليه تتصرع يا سوسن؟ اعتذر يا سوسن، خليها بقى. طيب اذا الاجابة هي الاستبيان والملاحظة للايه؟ للعملاء. طيب السؤال قبل الاخير رقم 10. السؤال رقم 10 قبل الأخير بيقول، تتحدد المصادر الأساسية للمعلومات. تتحدد المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات في الآتي. أظن دي سهلة بقى، أنتوا عارفينها كلكم، عندنا مصدرين. نعم. طيب تتحدد المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات في الآتي. ألف المصادر الأولية، المصادر الإقليمية والمحلية. فين تنفع؟
المصادر الإقليمية والمحلية. طيب ماشي، وأنا موافق كلامكم. المصادر الإقليمية والمحلية. ب، المصادر الاستراتيجية للمنافس. المصادر الاستراتيجية للمنافس برضو ما ينفع. ماشي. جيم، المصادر الأولية والثانوية. جيم، المصادر الأولية والثانوية. ما شاء الله، ممتازين، كويس. دال، سجلات المنظمة. دال، سجلات المنظمة. وفعلا المصدرين اللي هم اللي قدامنا للمعلومات اللي تخص المنظمة هي المصادر الأولية والإيه والثانوية. كلكم ممتازين ما شاء الله، هايلين هايلين. تمام يا أستاذ، تمام. طيب آخر سؤال، آخر سؤال رقم 11. حالة المنافسة في أي صناعة، حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على القوة الثانية. حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على القوة التالية. ألف، التهديد الناتج من خروج منافسين من السوق. خروج ولا دخول؟ ها، التهديد الناتج من خروج منافسين من السوق. برافو برافو يا هناء، كلكم ممتازين. دخول صحيح صحيح، تمام، كلكم ممتازين ما شاء الله. هناء وجواهر وعزيزة وتامر وجابر وصوت وصوصن، كلكم ممتازين ما شاء الله. طيب رقم باء، ثبات سياسات المنافسين. ثبات سياسات المنافسين. جيم، التهديد الناتج من دخول منتجات بديلة. التهديد الناتج من دخول أو وجود منتجات بديلة. التهديد الناتج من دخول أو وجود منتجات بديلة. كويس، برافو، أيوة كده، تمام. طيب دال، درجة المنافسة السابقة بين الشركات. درجة المنافسة السابقة بين الشركات. وبالتالي الإجابة على السؤال الأخير هي جيم. كويس، ممتازين. طيب احنا كده انتهينا من الفصل 4 تماما، وهنبدأ الآن في الفصل الايه الخامس. انتوا اللي ممتازين يا بسام، ما شاء الله عليكم، كلكم ممتازين، واستقبالكم المعلومات جيد، وما شاء الله عليكم، يعني انتوا افضل من الطلاب الملتزمين كمان، رغم الظروف اللي انتوا فيها واشغالكم في الصباح وكده، انما ما شاء الله عليكم اساسا كلكم ممتازين والله، ما شاء الله استقبالكم كويس للمعلومات، ما تنسوش يعني. فان شاء الله كده نشوفكم بقى في الماجستير باذن الله، واياكم جميعا ان شاء الله ان شاء الله. طيب نبدا في فصل رقم كام؟ نبدا في فصل رقم 5. الفصل الخامس، بعنوان التنبؤ بالمتغيرات البيئيه الخارجيه. التنبؤ، نزلنا برضو في البيئة الخارجية. طيب الفصل الخامس بعنوان التنبؤ بالمتغيرات البيئية الخارجية. عنوان جانبي، تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. نقطتين، يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي منظمة. يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي منظمة من خلال بعدين، من خلال بعدين هما درجة، واحد درجة التغير، اثنين درجة التعقد. واحد درجة التغير، اثنين درجة الايه التعقد.
ومن خلال التفاعل بين هذين البعدين ما بنقسم كده التغير فصل التعقد ونغلق القوس، يمكن أن نميز بين أربعة أنواع أو ملامح متدرجة للبيئة التنظيمية التي تواجه الإدارة، وذلك على النحو التالي: واحد، بيئة بسيطة وثابتة. ومن دلوقتي بعد شوية إن شاء الله أقول لكم معنى بسيطة إيه ومعنى ثابتة إيه. ها؟ طيب نكتب الأول الأربع أنواع: واحد، بيئة بسيطة وثابتة. اثنين، بيئة بسيطة ومتغيرة. الأولى بسيطة وثابتة، الثانية بسيطة وإيه ومتغيرة. طيب ثلاثة، بيئة معقدة وثابتة. الرابعة على طول هتبقى بيئة معقدة وإيه ومتغيرة. يعني الأولى بسيطة وثابتة، والثانية بسيطة ومتغيرة، الثالثة والرابعة زي بعض. الثالثة معقدة وثابتة، والرابعة معقدة وإيه ومتغيرة. طيب ملاحظات هامة، أول ملاحظة: البيئة البسيطة تعني عدد قليل من المتغيرات. على طول أول ما نلاقي عدد قليل من المتغيرات على طول تبقى بيئة إيه بسيطة، من اسمها بسيطة، يبقى عدد قليل من الإيه من المتغيرات. تبقى البيئة المعقدة إيه العكس على طول، يبقى البيئة المعقدة العكس. طيب اثنين، البيئة المعقدة تعني، تمام يا عزيزة، تمام، البيئة المعقدة تعني عدد كبير من المتغيرات. البيئة المعقدة تعني عدد كبير من المتغيرات. ثلاثة، البيئة الثابتة تعني استقرار المتغيرات. بيئة ثابتة يعني مستقرة من اسمها، صح؟ يبقى ثلاثة، البيئة الثابتة تعني استقرار المتغيرات. يبقى العكس بتاعها البيئة الايه المتغيرة. البيئة الثابتة استقرار المتغيرات، تبقى البيئة المتغيرة ايه عدم استقرار المتغيرات، ديناميكية على طول. طيب يبقى رقم أربعة، البيئة المتغيرة تعني عدم استقرار المتغيرات. يبقى خلاص احنا كده عرفنا القاعدة: بيئة بسيطة يبقى عدد قليل من المتغيرات، بيئة معقدة العكس عدد كبير، بيئة ثابتة يعني متغيرات مستقرة، بيئة متغيرة يعني بيئة ديناميكية المتغيرات ايه غير مستقرة. طيب وفيما يلي، يمكن أن نحدد مواصفات كل بيئة على النحو التالي: أولا، البيئة البسيطة والثابتة. هذه البيئة تتسم بما يلي: واحد، عدد محدود من المتغيرات. ما هي بسيطة، صح؟ يبقى عدد محدود أو قليل، صح ولا خطأ؟ وثابتة يعني إيه؟ يعني المتغيرات إيه مستقرة، صح كده؟ طيب يبقى واحد، عدد محدود من المتغيرات. اثنين، ثبات واستقرار المتغيرات. وبالتالي درجة منخفضة جدا من عدم التأكد. طب البيئة البسيطة والثابتة، هناخد البيئة العكس بتاعها على طول عشان ما ننساش. ها، العكس، عكس البيئة البسيطة والثابتة ايه؟ هتبقى بيئة معقدة ومتغيرة، صح؟ العكس على طول، هناخد الاثنين ورا بعض عشان ايه ما ننساش، نربط الاثنين ببعض وبالتالي ما ننساش عشان التشابه. طيب يبقى رقم اثنين، يبقى ثانيا البيئة المعقدة والمتغيرة. معقدة يعني ايه؟
يعني عدد كبير من المتغيرات صح. طيب يبقى هذه البيئة تتسم بما يلي، هذه البيئة تتسم بما يلي، واحد عدد كبير من المتغيرات المختلفة. مظبوط يا بدر، عدد كبير من الايه؟ من المتغيرات. طب ومتغيرة يعني ايه؟ يعني متغيرات غير مستقرة صح؟ طيب نكتب كده بقى رقم اثنين، اثنين عدم ثبات او استقرار المتغيرات، عدم ثبات او استقرار المتغيرات، وبالتالي درجة كبيرة جدا من عدم التأكد، عكس بعض الاثنين على طول مباشرة. كويس، برافو عليكم، انتم ما شاء الله يعني متجاوبين وفاهمين معايا اللي انا عايز اقوله يعني. طيب فعلا هي بيئة ايه؟ صعبة جدا يا بدر على على الادارة. طيب هناخد رقم ثلاثة، البيئة البسيطة والمتغيرة، عشان ناخد العكس بتاعها على طول في رقم اربعة. طيب رقم ثلاثة او ثالثا، البيئة البسيطة والمتغيرة، البيئة البسيطة والمتغيرة، وتتسم هذه البيئة بما يلي: عدد واحد، عدد محدود من المتغيرات المتشابهة، عدد محدود من المتغيرات المتشابهة لأنها بسيطة ها. طيب ومتغيرة، يبقى رقم اثنين نكتب اثنين، عدم ثبات أو استقرار تلك المتغيرات، عدم ثبات أو استقرار تلك المتغيرات، وبالتالي تتسم بدرجة كبيرة من عدم التأكد، وبالتالي تتسم بدرجة كبيرة من عدم التأكد. العكس من البيئة البسيطة والمتغيرة رقم أربعة، هي البيئة رقم أربعة، يبقى نكتب كده رابعا البيئة المعقدة والثابتة، البيئة المعقدة والثابتة، يبقى أولا عكس ثانيا، ورابعا عكس إيه؟ ثالثا. خلاص وضحت الصورة؟ طيب يبقى رابعا البيئة المعقدة والثابتة، وهذه البيئة تتسم بما يلي: واحد، عدد كبير من المتغيرات، عدد كبير من المتغيرات، اثنين ثبات واستقرار المتغيرات لانها ثابته، اثنين ثبات واستقرار المتغيرات، وبالتالي درجه محدوده من عدم التاكد، وبالتالي درجه محدوده من عدم التاكد. يبقى كل بيئتين واحد واثنين عكس بعض، وثلاثه واربعه عكس ايه؟ عكس بعض تماما. طيب نيجي لعنوان جانبي، استراتيجيات نمو المنظمه، استراتيجيات نمو المنظمة. أنا فوتت بعض الأشياء خلاص، ما لكمش دعوة بيها يعني، التزموا بالكلام اللي أنا بقوله فقط يعني. تمام. طيب يبقى عنوان جانبي استراتيجيات نمو المنظمة، نقطتين: يمكن للمنظمة أن تحقق النمو لها، يمكن للمنظمة أن تحقق النمو لها، وذلك من خلال اتباع طريقتين هما، وذلك من خلال اتباع طريقتين هما. الطريقة الأولى: واحد، تحسين المنتجات الحالية، أنها تطور وتحسن من جودة المنتجات الحالية، رقم واحد يعني، واحد تحسين المنتجات الحالية، أو برافو يا بدر، أنها تضيف منتجات جديدة. اثنين، إضافة منتجات جديدة. يبقى المنظمة يمكن لها أنها تحقق النمو من خلال طريقين، يا إما تحسن المنتجات الموجودة، أو تلغي المنتجات الموجودة خالص وتدخل منتجات أخرى جديدة. طيب نقطتين من أول السطر: كما يمكن للمنظمة أو المنشأة، كما يمكن للمنظمة أو المنشأة أن تضع استراتيجية نمو لها. خلي بالكم المرة دي استراتيجية، ها؟ اللي فاتت لهم دول طريقتين، فرقوا بين الطريقة والاستراتيجية. طيب كما يمكن للمنظمة أو المنشأة وضع استراتيجية نمو لها، وذلك من خلال اتباع، وذلك من خلال اتباع تحليل
من 3 مستويات، وذلك من خلال اتباع تحليل من 3 مستويات، هو نقطتين. المستوى الأول الفرص الحالية المتاحة أمام المنشأة، وتسمى بفرص النمو المكثف، وتشتمل على الاستراتيجيات الفرعية التالية، ألف، استراتيجية التغلغل في السوق، ما بين قوسين كده غزو واختراق السوق، الاثنين بمعنى واحد. استراتيجية التغلغل في السوق اللي هي غزو واختراق السوق. ب، استراتيجية تطوير السوق. جيم، استراتيجية تطوير المنتج. طيب ده المستوى الأول. المستوى الثاني الفرص المتاحة من خلال التكامل مع شركات أخرى. تمام يا سوسن، برافو عليك. الفرص المتاحة من خلال التكامل مع شركات أخرى، وتسمى باستراتيجيات النمو التكاملي، أو الاندماجي، تمام يا سعود. ومن الاستراتيجيات الفرعية لتلك الاستراتيجية مايل. ألف، استراتيجية التكامل الخلفي. تمام يا بات. ألف، استراتيجية التكامل الخلفي. باء، استراتيجية التكامل الأمامي. جيم، استراتيجية التكامل الأفقي. طيب المستوى الثالث في الاستراتيجيات، الفرص الموجودة خارج قناة التسويق، وتسمى باستراتيجيات النمو المتنوع. ومن الاستراتيجيات الفرعية لها ميل. ألف، استراتيجيات النمو المتراكز. أي مستويات يا رسام؟ أنا مش فاهم يعني. الثلاثة اللي فاتوا اللي هو التكامل الخلفي والأمامي والأفقي تبع استراتيجية النمو التكاملي، خلاص؟ تبع استراتيجية النمو التكاملي. طيب، ألف، في المستوى الثالث، ألف التنوع المتراكز. باء، التنوع الأفقي. جيم التنوع المختلط. طيب انا هعطيكم من استراتيجيات النمو التكاملي بس تعرفوا بس الاسماء، ومن استراتيجيات النمو المتنوع هناخد نركز على استراتيجيات النمو المكثف اللي هي التغلغل في السوق وتطوير السوق وتطوير وتطوير المنتج. طيب يبقى عنوان جانبي استراتيجيات النمو المكثف، حتى اكتبوا كده وصفة مقتصر على دراسة الاستراتيجيات الخاصة
الاستراتيجيات الخاصة باستراتيجية النمو المكثف فقط. استراتيجيات النمو المكثف، وهذه الاستراتيجية تتضمن ثلاثة استراتيجيات فرعية، هي 1 استراتيجية غزو واختراق السوق، استراتيجية غزو واختراق السوق هي التغلب في السوق يعني. 2 هذه الاستراتيجية يمكن للمؤسسة أو الشركة اتباعها، يمكن للشركة اتباعها من خلال زيادة مبيعاته، من خلال زيادة أو العمل على زيادة مبيعاته من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية، من المنتجات الحالية في الأسواق الإيه الحالية. يبقى استراتيجية غزو واختراق السوق بنستخدمها إمتى؟ لو إحنا حاولنا إن إحنا نزيد المبيعات بس من خلال المنتجات الحالية في الأسواق الإيه الحالية، الاثنين حاليا سواء الاسواق او الايه او المنتجات. خلاص. طيب 2 استراتيجية تطوير السوق، من استراتيجية تطوير السوق من المتغير الجديد السوق. ركزوا معايا، وفي عندنا استراتيجية المنتج السوق، يبقى هنستخدم سوق جديد او المنتج، يبقى ندخل بمنتجات جديدة. طب بس الاول خليكم معايا، 2 استراتيجية تطوير الايه السوق. يمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية، يمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال ميل، والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال ميل. ألف دفع المنتجات الحالية إلى أسواق جديدة جغرافية، أسواق جديدة يا سوسن، برافو عليك، لأنها استراتيجية تطوير السوق، يبقى لازم نستخدم أسواق جديدة، صح؟ ولما نقول تطوير المنتج يبقى منتجات إيه؟ جديدة. طيب، ألف دفع أو توجيه منتجاتها الحالية إلى أسواق جديدة جغرافية. ب العمل على جذب أنواع جديدة من العملاء، العمل على جذب أنواع جديدة من العملاء، أسواق جديدة يعني. طيب جيم العمل على بيع المنتجات، العمل على بيع المنتجات للمؤسسات ذات الصلة، للمؤسسات ذات الصلة. طيب إذا استراتيجية غزو واختراق السوق هنستخدم المنتجات الحالية في الأسواق الحالية. طيب لما نقول بقى تطوير السوق يبقى على طول زي ما سوسن كده كتبت لنا، يبقى على طول هندخل اسواق جديده. طيب 3 استراتيجيه تطوير المنتج، يبقى هنعمل ايه؟ 3 استراتيجيه تطوير المنتج، يبقى هنطور ايه؟ منتج ايه؟ جديد، صح؟ طيب 3 استراتيجيه تطوير المنتج، حيث يمكن للشركه اتباع تلك الاستراتيجيه، حيث يمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال ما يلي. ألف من خلال ما يلي، ألف تطوير منتجات جديدة في الأسواق الحالية، تطوير منتجات جديدة بس في أسواق إيه حالية. خلاص عرفنا الفرق بين الاثنين. لما نقول تطوير سوق يبقى هندخل سوق جديدة بس بنفس المنتجات. طب لما نقول تطوير منتج يبقى هندخل بمنتجات جديدة في نفس الايه في نفس الاسواق. برافو يا هناء، برافو، تمام كده. يبقى الف تطوير منتجات جديدة في الاسواق الحالية، ب تطوير منتج جديد، ب تطوير منتج جديد يلقى قبول من العملاء، يلقى قبول من الايه من العملاء، زي ما هنا كده كتبت لنا العكس على طول. لما نقول تطوير سوق يبقى هندخل سوق جديدة بس من الأسواق الحالية، تطوير منتج يبقى هندخل بمنتجات جديدة في الأسواق الحالية، لما نقول غزو واختراق السوق يبقى هندخل بنفس المنتجات الحالية في الأسواق الحالية. طيب الوقت كده انتهى. طيب احنا واقفين نكتب بس العنوان،
هناخد حالة عملية مؤسسة الرحاب. حالة عملية مؤسسة الايه؟ الرحاب. طيب هنقف عند الحالة العملية يا بدر ان شاء الله، ونستكمل ان شاء الله يوم الاربعاء الحالة العملية، وناخد الايه؟ الأسئلة الخاصة بهذا الفصل بإذن الله تعالى. أنا بشكركم شكر جديد كبير جدا، وألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.